ابن علي لابوانت المتوفي 1989. فاروق بن عيسى ابن الشهيد البطل علي لابوانت، أو هكذا يقول. فيديو انتشر مؤخراً ولاقى رواجاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه هذا الأخير أن الشهيد علي لابوانت والده يجمع ابن لابوانت المفترض مجموعة من الوثائق والصور التي قد تؤكد كلامه هذا، لكننا اقتربنا من بعض المجاهدين لتقصي الأمر. وزارة المجاهدين عندها وثائق، عندها تاريخ، عندها كذا، عندها كل شيء، عندها مؤرخين. من المجاهدين وقدماء الأسرة التاريخية الذين أكدوا على ضرورة التعمق في التاريخ وفتح الكتب والمراجع التي تسرد الثورة المجيدة بكل صدق وحيادية. الجيل هذا ما يدخلش في الجزئيات هذه نتاع فلان وفلتان، لابد يتبع الأشياء الأساسية. ومنهم من يقول أن علي لابوانت غير متزوج. نسمعوا على كل علي لابوانت باللي ما عندوش هذا الولد، هذا منين جاه؟ هو يقول لك من الشرق، ولكن علي لابوانت راه زاد في مليانه. احنا عملنا ما عرفنا باللي علي لابوانت كان مزوج، بالنسبه لينا حنايا كان عازب. علي لابوانت وحسيب بن بوعلي ورفاقهما استشهدوا حين قام الاستعمار الفرنسي بنسف المنزل الذي كان يحويهم. فيه لبس في القضية، لأن الشيء المعروف بالنسبة لنا أن الوالد اغتيل أمام مرأة في الصحافة الفرنسية، تم تدمير تلك البناية. يرافع الكثيرون لإعادة كتابة التاريخ، تاريخ مثقل بالأحداث يروي 132 عاماً وما يزيد، يحتاج منا التأكد من تفاصيله وعدم العبث بقدسيته. هذه ما تربحش وهذه ما تربحش.